بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة، أحمده واشكره على نعمه الباطنة والظاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا بإذن ربه القلوب الحائرة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه نجوم الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا الكرام، نعيش اليوم مع تحذير المسلمين وتحذير العباد من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. فأحبابنا الكرام، يوصينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن النار وعن الأفعال التي تدخلنا النار. فأخي الكريم، ابتعد عن النار، لأنها هي نار الله، هي نار الله، هي نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة، وهذه النار حرها شديد، فقد أوقدت 1000 سنة حتى أحمرت. هذه النار أخذت تشتعل 1000 سنة حتى أحمرت، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ثم أوقد عليها 1000 سنة أخرى حتى أبيضت، ثم 1000 سنة أخرى حتى أسودت، فصارت والعياذ بالله سوداء. وأحبابنا الكرام، نار الدنيا هي جزء بسيط، جزء من 70، جزء من نار الآخرة والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. أحبابنا ابتعدوا عن النار، فقد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم النار وتعوذ منها وأشاح بوجهه لما ذكر النار، وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. وهذا الحديث رواه البخاري. أخي الكريم، أختي الكريمة، ابتعدوا عن النار، لأن أقل واحد عذابا في هذه النار يلبس نعلان من نار والعياذ بالله، هذان النعلان يغلي منهما دماغه، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وكذلك نار يوم القيامة لها 70 زمام، كل زمام يمسكونه أو يمسكوه 70,000 ملك، ويجرون النار والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فابتعدوا عن النار، قال سبحانه وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. أخي الكريم، أختي الكريمة، نار حرها شديد وقعرها بعيد وشرابها الصديد عفانا الله، ومقامعها الحديد. نار لو كذفت فيها، يعني ألقينا فيها حجر، نار لو ألقينا فيها حجر أخذ يهوي، يسقط، يعني يقع 70 خريفا قبل أن يصل إلى قعر النار والعياذ بالله. ابتعدوا عن النار، وبشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن من حافظ على الصلوات الخمسة
على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها. كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يحرم جسده على النار. وكان هذا العبد يأخذ عهدا عند الله سبحانه وتعالى أن الله لا يعذبه لأنه حافظ على صلواته. وكذلك حافظ على صلاة 4 ركعات قبل الظهر وبعد الظهر، يحرم جسدك على النار. ثم أخي الكريم، من استجار من النار أي دعا الله سبحانه وتعالى واستعاذ من النار وطلب من ربنا أن يبتعد عن النار 3 مرات، قالت النار اللهم أجره من النار. أحبابنا الكرام، ابتعدوا عن النار لأن حرمت على من بكى من خشية الله، فعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله. ابتعدوا عن النار، وأن كل عين غضت عن محارم الله، كل عين بعدت عن المعاصي والنظر إلى المعاصي، كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يبعدها عن النار. كذلك من أغبرت قدماه، يعني تغبر قدمه بالتراب في سبيل الله، حرم على النار. يعني هذا الرجل كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويسافر إلى البلاد ويخرج مع المسلمين، يسافر ليدعو إلى الإسلام جنوبا وشمالا وشرقا وغربا في بلاد العالم. فهذا الرجل نتيجة السفر تغبرت قدماه بالتراب، فكان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يحرم هذا الرجل على النار. كذلك أخي الكريم، خف من النار وابكي على معاصيك وذنوبك. أحبابنا الكرام، ابتعدوا على النار فإنك سوف تقف بين يدي الله، والموقف أمام الله سبحانه وتعالى موقف عصيب وشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ويعين كل مسلم حينما يقف بين يدي الله. فما من أحد يقف إلا وقد يقف أمام الله سبحانه وتعالى ويكلمه الله ويكرر بذنوبه ويكلم الله، وليس بينه وبين الله ترجمان. فأحبابنا الكرام، في هذه الأرض التي نعيش فيها تجد كثيرا من اللغات، فتجد اللغة الإنجليزية، الأسبانية، الفرنسية، العربية، لغات كثيرة الناس يتكلمون بها. فأحيانا ما يجي إنسان يسافر إلى مكان بلد غريبة، فبيأتي معه بمترجم، هذا المترجم يترجم للناس ما يقوله هذا الشخص. ولكن الأمر مختلف عند الله سبحانه وتعالى، فحينما تتكلم مع الله، الله يفهم كل اللغات ويكررك بذنوبك في هذه الحياة الدنيا. فحينئذ أحبابنا الكرام، ينظر العبد إلى يمينه فما يرى إلا ما قدم من أعمال، ثم ينظر عن شماله فما يرى إلا ما قدم من أعمال. أخي الكريم، أختي الكريمة، ماذا تعرف عن طعام أهل النار؟ إن طعام أهل النار من الزقوم. قال سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. جاءت امرأة أحبابنا الكرام إلى السيدة عائشة
وكانت تسأل السيدة عائشة عن حاجة وعن طعام، فما وجدت السيدة عائشة شيئا تعطيه لهذه المرأة إلا تمرة، فأعطتها لهذه المرأة، وكانت هذه المرأة لها بنتان، فالرحمة بالبنات، وأن الله سبحانه وتعالى قذف في قلب هذه الأم الرحمة بابنتيها، فلم تأكل هذه التمرة وقامت بتقسيم التمرة إلى نصفين وأعطتهم للبنات البنتين شفقة منها عليهم. فلما السيدة عائشة أخبرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعمل هذه المرأة، فالنبي عليه السلام استحسن فعل هذه المرأة، وقال أن من كان عنده شيء من البنات وصبر عليهن وعلى ابتلائهن كنا له سترا من النار والعياذ بالله. أحبابنا في الله، ابتعدوا عن النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. يعني دي صفات اللي هي الناس اللي ما يدخلون النار، الناس اللي كانوا في الدنيا هينين لينين سهلين في معاملتهم مع الناس، هذه هي صفات الناس الذين يبتعدون عن النار. ثم أحبابنا الكرام ابتعدوا عن النار لأن أهل النار لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون، ويمشون والعياذ بالله في النار، ويجلسون على النار، ويشربون الصديد، ويأكلون من الزقوم. وأحبابنا الكرام، فرشهم عبارة عن نار، وقمصهم الملابس بتاعتهم نار، وقطران، والقطران عزكم الله اللي هو الزفت أو المازوت اللي هو يعني سفلتون به الشوارع. وقيل أن لماذا القطران يعني خاصة، لأن القطران مادة سريعة الاشتعال، حينما يرمى عليها أي شيء من النار تزداد اشتعالا بسرعة رهيبة، لأن النار يعني تغتاظ وتغضب غضب شديد للذين كانوا يعصون الله سبحانه وتعالى، فكان هذا جزاء وفاقا للمجرمين والكفار والمنافقين. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ثم أحبابنا الكرام، هذه النار تنتشر في أجسامهم وتغطي وجوههم في بالنار والعياذ بالله. وكذلك أهل النار مسلسلين في سلاسل، هذه السلاسل بأيدي خزنة، وهم ملائكة العذاب خزنة جهنم يمسكون أطراف هذه السلاسل فيشدون هؤلاء الناس ويجذبونهم ويطرحوهم على الأرض ويطرحوهم في النار مقبلين ومدبرين والعياذ بالله، فيسيل صديدهم في حفر النار. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يعني حينما تشتعل فيهم النيران أجسامهم بيخرج منها صديد، الصديد ده يملأ الحفر الموجودة في النار، فذلك شرابهم والعياذ بالله، يعني يشربون أهل النار من الصديد والعياذ بالله. أحبابنا الكرام، ابتعدوا عن النار
لأنك لا تن... لأن... لأن... لأنكم لا تنجو إلا بالتوحيد لأنكم لا تنجو إلا بالتوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فأحبابنا الكرام، حينما يشرك الكافرون بربهم سبحانه وتعالى يحرم عليهم الجنة ويدخلون النار. ثم أحبابنا الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني إنسان يموت على التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى أن مصيره في الجنة بإذن الله. ومن مات يشرك بالله شيئا، يعني يموت وهو على الشرك أشرك بالله، دخل النار والعياذ بالله. وهذا الحديث رواه مسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ربنا اصرف عنا عذاب النار إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية من النار ومن كل قول أو عمل أو فعل يدخلنا النار. وأخي الكريم، أخي الحبيب، كلنا ذو خطأ، و الله سبحانه وتعالى بيغفر للتائبين المنيبين إليه ويقبل توبتهم ويعفو عنهم. فأخي الكريم، طالما أنت في الحياة فإن باب التوبة مفتوح، وهناك فرص وفرص يمنحها الله لك بأن ترجع وأن تتوب. فإن الله يفرح بتوبة عباده، ويفرح خاصة بتوبة الإنسان العاصي. وكثيرا ما يقنط الشيطان الإنسان من التوبة، ويأتي إليه ويقول أنك فعلت كذا وكذا وكذا، الله سبحانه وتعالى لا يقبل منك. هكذا يحدث الشيطان الإنسان العاصي، فالعاصي بييأس ويزيد في المعاصي ويصرف على نفسه في المعاصي. ولكن حبيبي في الله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعذ من النفس الأمارة بالسوء التي بين جنبيك، وخالف هوى نفسك وامشي على الصراط المستقيم والطريق الخير، واتبع سبيل المؤمنين، واتبع سبيل الصالحين المتقين، واجعل لنفسك صحبة طيبة تعينك على أمور دينك ودنياك، لكي تعبد الله معهم، وإذا أخطأت يصححوا لك، وإذا نسيت يذكروك. فالصاحب ساحب كما يقولون. والنبي عليه السلام يقول: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، والجليس السيء كنافخ الكير. فاختر لنفسك من تصاحب ومن تصادق. إذا أردت دخول الجنات فصاحب الأخيار والصالحين لكي تكون في ركبهم وتكون معهم في جنات عدن. وإذا اخترت الطريق الثاني وهو طريق الهوى والصاحب السيء، فاعلم أخي الكريم أنك سوف تكتسب منه كل الصفات السيئة،
ويؤدي بك في النهاية إذا لم تتب إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا ويعلمنا ويعلمكم أمور دينكم ودنياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئتنا، اللهم تقبل صالح أعمالنا، اللهم أجرنا وأعذنا من النار والعياذ بالله، وابعدنا عنها يا أرحم الراحمين. ونسألك أن تبعدنا عن كل قول وفعل وعمل يقربنا من النار، وأن يحرم الله سبحانه وتعالى أجسادنا على النار، ويجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم، يعتق رقابنا من النيران في هذا الشهر الكريم ويغفر لنا. فالله سبحانه وتعالى عفو كريم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم سألت السيدة عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إذا وافقت ليلة القدر فماذا أدعو؟ قال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تقولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، وهو العفو الغفور الكريم الذي إذا وقفت على بابه وسألته المغفرة والتوبة يتوب عليك. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 71 مرة، وفي رواية أخرى 100 مرة. فحري بنا أن نكثر من الاستغفار لكي يتوب الله علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا الهداية. أحبابنا في الله، لا تنسوا الاشتراك في القناة وكتابة التعليقات. طبتم وطابت أوقاتكم. والحديث عن النار حديث مخيف، و يعني النفس بتخاف منه، ولكن أحبابنا الكرام لابد أن نذكره ونذكر بعضنا البعض، لأن الإنسان إذا استحضر هذه المشاهد فأنه يخاف من عذاب الله وبطش الله سبحانه وتعالى. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحدث الصحابة عن الجنة والنار، لا يحدثهم عن الجنة فقط، ولكن كان يحدثهم عن النار لكي يأخذ كل واحد منهم حذره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا مبشرا ونذيرا، مبشرا بالخير والجنات، وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان نذيرا يشرح للناس يعني مواقف العصاة وعقاب العصاة. ولما صعد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى الجنة ورأى النار، فلما نزل أخبر بها الصحابة لكي يأخذ كل واحد منهم حذرة ويخاف من الله، لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ولكنه شديد العقاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بعطفه ومغفرته ورحمته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.